وحشتونا، رجعنا لكم تاني وجايبين لكم معانا بقى مفاجأة جميلة جدا جدا جدا. حد واخد باله من حاجة؟ معانا ورد، بس ورد بقى ورد. طبعا احنا ناويين لما نتكلم عن الورد يعني بنتكلم على الانوثه، يعني بنتكلم على الرئه، يعني بنتكلم على الراجل لما يروح يصالح مراته بيجيب لها ورد، يبقى ده معناه ايه؟ ان الورد ده حاجه كويسه. طبعا تمام. فطبعا بما ان بنتكلم على الورد يبقى نتكلم عن مين؟ استاذه زينب احمد، ازي حضرتك؟ ازيك انت؟ طبعا انت خليتي لنا الاستوديو النهارده مبهج. تمام. ورد والوان حلوه جميله جدا واشكال جميله جدا. طبعا انا عايزاكي بقى انت اللي تعرفي نفسك وتقولي بتعملي لنا الورد ده ازاي والفكره جات لك ازاي. في الاول انا مدرسه تربيه فنيه. تمام. بعمل مجسمات خشب مش ورد بس. وبعمل لوحات ورد بالعجينه الروسي. وبعد كده بقى الورد ده يعني ده الحب بتاعي. تمام. فده انا مياله ليه اكتر. بشتغله بقى زي ما انت شايفه كده بكذا خامه، بس انا جايبه هنا خامتين اتنين بس، دي خامه اسمها الكريشه وخامه تانية اسمها فوم. كريشه وفوم. انا بعمل بكل حاجه يعني. تمام. انا بشتغل بكل حاجه، بس انا جايبه لكم المره دي احلى احلى خامتين. طب انا عرفت بقى ان بتستخدمي الورود دي في السيشن. أيوة. بتستخدميها ديكورات في الافراح. تمام. بتستخدميها في اماكن كتير قوي. طبعا احنا لما بندخل فعلا اي مكان وبنلاقي الاشكال دي ما بنبقاش عارفين مين اللي وراها، فاحنا عرفنا دلوقتي بقى عرفنا مين اللي وراها. طب انا العصفوره قالت لي كده ان في علبه جنبك. ايوه. فيها حاجات كده مستخبيه. هي من ضمن الحاجات اللي ممكن نستخدمها في ستيشن. افتح. طبعا مش نشوف. هي ده طوق الورد اللي البنات بتحب ان هي تلبسه وتتصور بيه كده. تمام. وده عقد معايا، وده طوق تاني على شكل تاني، يعني كذا حاجه. لا جميل جميل. بنستخدمه كله في ستيشن. ودي ورده برده من خامه الفوم اللي انا قلت لك عليها. الخامه دي حلوه جدا برده في التشكيله، هي بتتشكل بالحراره. فبتبقى سهل عليا ان انا اعمل بيها اي حاجه، دي غيرها خالص، بس برده هما الاثنين يعتبروا احسن خامتين في التشكيل الورد. تمام. برده هنا في شكل ورده يعني بتحط ديكوريشن في البيت كمان. تمام. لا جميله. وبرده اللي عند الدكتور انا شكلي هاخد الحاجات دي وانا ماشيه على الفكره. انت ليكي كده كده ورد. كمان في ورد هنا. لا بجد انت الوانك كمان متناسقه جدا وجميله قوي. انا بحب الورد ده جدا، بحب اشتغله بكل الالوان. بقالك قد ايه فيها؟ ايه بقالك قد ايه بتعملي؟ بقالي تقريبا دي ثالث سنه. يعني سنة. انا بقالي 7 سنين بعمل ورد بجميع الخامات، بس الورد الكريشه ده انا بقالي تقريبا داخله في ثالث سنه كده فيه. طب في بقى ناس بيتصلوا بيكي وبيطلبوا مثلا اشكال معينه وتعملها لهم؟ هو انا بعرض الحاجات دي على البيج بتاعتي، وهم ساعات بيختاروا وساعات بيسيبوا لي انا حريه الاختيار. يعني لو في عروسه دلوقتي وداخله بقى على الجواز وعايزه تعمل الفرح بتاعها، مع ان ما فيش افراح دلوقتي بس اهو. لا في البيوت. ازاي؟ في البيوت. طب حلو. في البيوت عندنا اسكندريه. أيوة. بقى عايزه اقول لك كوبري ستانلي. ايه ده بجد؟ تلاقي فرح جنب فرح جنب فرح جنب فرح. ايوه والله. لا ده كترت في البيوت دلوقتي اكتر. تمام. يعني ممكن تتصل بيكي بقى وتقول لك انا عايزه لون كذا مع لون كذا. طب تمام. حلو قوي. لا حلو قوي. لا ممتازه ممتازه. لا بجد هروح بالورد كله مش مشكله. لا انا هنا اهو. انت هتاخد دي؟ لا ده دي انا قسمت الورد خلاص. احنا سيبنا كل حاجه وسيبنا الحلقه. متهيألي عاملين نختار في الورد اللي هنعمله. بصي خلي بالك، يعني انا هقول لك على حاجه. الورد بالنسبه لي انا على المستوى الشخصي، انا في ناس بتواصل معاهم اللي هم ما فيش كلام. هو كل اللي ما بيننا وما بين بعض تبادل ورد. تمام. وفعلا يعني حتى كان اغلب القصص اللي بحب اقرا لها او بحب اي حاجه، يعني اغنيه بتاعت يا عاشقه الورد تلاقيني معاها. كلمه مسلسل بائعه الورد تلاقيني معاها. طيب زي ما احنا شايفين او زي ما احنا عارفين ان فكره الورد الناس بتركز على الورد الطبيعي. ازاي قدرتي ان انت تجذبيهم لفكره الورد المصنع وتبهريهم بالاشكال دي؟ يعني الاشكال اللي هي بتبقى قريبه للطبيعه اكتر، وكمان الاحجام. يعني ورده زي دي كده حجمها كبير فملفتة جدا، ممكن بتتحط كديكور في، ولو موجودة منها طبيعي تقريبا عباد الشمس او حاجات بتبقى غير. لكن فكرة وردة بلدي بالشكل ده حاسس كمان غير. هو حاطط عينه عليها على فكرة. ايه؟ لا مفيش، بقول الدكتور حاطط عينه عليها.
عشان كده عمال يتكلم على الورده البلدي. خدت بالي. او انا بعملها باحجام كتير يعني. دي ممكن الورده اللي هي الحمراء دي ممكن تتعلق على الحيطه وممكن بتتلزق برده لو في سيشن او اي حاجه. الورده دي برده ممكن نستخدمها كديكور وكله على فكره ممكن نستخدمه كديكور وممكن يبقى في سيشن وممكن يبقى في خطوبه يعني اي حاجه بس وانا بعمله في البيت وممكن انا بحطه عندي في البيت. تمام تمام تمام. طيب احنا دلوقتي دي الالوانات اللي احنا شايفينها قدامنا زي ما انت قلتي لي ان هم بيختاروا اللون اللي هم عايزينه. طب بالنسبه بقى للحاجات اللي في اللعبه اللي انت خبيتيها تاني مش عارفه خبيتيها ليه ممكن اشوفها تاني عشان اوري البنانيت الحلوين. هي العلبه برده ممكن تقريبا تحطيها في العربيه على طول يعني. عملت العلبه نفسها بشكل الورده برده يعني هنا يعني هي حافظه وفي نفس الوقت طبعا هتبقى حلوه قوي مثلا لو احنا في فرح ده لي حلق بتاعه كمان فرح كمان ايوه يعني لو في فرح بقى مثلا واصحاب العروسه واخواتها بقى ولابسين كلهم حاجه زي كده واحده بالزبط. تبقى شكلها حلو صح. أيوة. شكلها حلو تحفه. لا جميله جدا. لا تسلم ايديكي يا زينب بصراحه انت حاجاتك ده الحلق قبل ما طبعا انا شايف استاذه عميد مبهوره بالموضوع ده الحلق صح تمام. أيوة. كلمينا كده عن تعاملك بقى مع الاطفال ازاي بتقدري ان انت تحببيهم في الفكره وتخليهم طبعا صعب ان احنا فكره ان احنا نقعد طفل عشان نعلمه لا هو بالنسبه للخامه دي صعبه شويه يعني ممكن الخامات السهله اللي ممكن الكنسون ورق الكنسون ممكن ان انا كنت بقى اعلمهم معايا في المدرسه على ورق الكنسون كتير وكانوا بيطلعوا انتاج حلو جدا وكانوا بيحبوه يعني انما دي لسه جديده شويه ولا بتيجي لا هو الافرخ بتيجي متلونه افرخ ملونه يعني سهل ان احنا مثلا نعمل ده كمهاره في البيت يعني ممكن تقول لنا مثلا ممكن الام تبتدي تستخدم المقص العادي ولا تستخدم ايه في ايوه بنستخدم المقص احنا بنرسم الاول الورقات بتاعتها وبعد كده ببتدي اقص كذا ورقه على كذا مقاس ونبتدي بقى نجمعها عايزه بقى اشوف انا الاول شكل الورده نفسه انا عايزاه ازاي فببتدي اقص رسمه الورقه بتاعتها وبعد كده ابتدي اجمعها. طب احنا هناخد السر بقى عشان الستات بتوع البيت يعملوه بس ما تخافيش برضه هنرجع لك. بيلزقوها ازاي؟ بالشمع. بالشمع بالشمع بس طبعا مش هي يعني مش هيقدروا يجمعوها بالطريقه دي فماني هتبقى صعبه قوي صح؟ لا هي مش صعبه. بصي وانا برضو يعني زي اي حد قعدت اتعلمت الاول اونلاين وجبت الفكره وقعدت اطور منها بس بصي عموما هو الشغل ده قليل جدا هنا في مصر يعني الكوريشه قليله جدا يعني انا ما صادفتش الا هي تقريبا واحده بس اللي هي بتعمل ورد زي كده اتعلمت بقى من الاجانب يعني بنزل فيديوهات وبقعد اتفرج عليها كتير لحد ما خلاص انا ايدي اخدت عليها بشتري الخامه وبقعد انا بقى اعمل الاشكال من نفسي خلاص اتعلمت ودخلت على السوشيال ميديا وشافت الاجانب بيعملوا ايه ده في حد ذاته دماغ شغاله. اخبار الاسره ايه؟ الاسره انت جيت بقى في ملعبي. ايوه تمام. طبعا انا هتكلم النهارده عن جزئيه صغيره بس عشان في كميه رسائل جات لي عليها والستات مش لاقي لها حل الا وهي التمكين من شقه الزوجيه او من شقه الحضانه. ايه يعني تمكين؟ هشرحه مبسط كده عشان يعرفوا ايه هو. دلوقتي حصل مشكله بين الزوج والزوجه، الزوج طرد الزوجه بولادها في الشارع او بلاش في الشارع، طردها من البيت. تمام. ايه الحل؟ الست دي تروح فين بولادها؟ بتروح تعمل قرار من النائب العام ان هي عايزه تعمل تمكين من شقه الزوجيه. بتتم فعلا وبتدخل شقه الزوجيه بعد تحريات والكلام ده، وبيبقى في مشاركه بينها وبين جوزها ان هم قاعدين في الشقه. طب الزوج ده طلقها، برضه الست تطلع بره؟ لا. طب ما هي مش هينفع ان هي تطلع بره هي وابنها او هي وولادها، برضه بتعمل تمكين بس بساعتها بتاخد الشقه لوحدها هي وولادها منفرده هي وولادها، الزوج ما بيبقاش موجود لانه بيبقى طلعها. معانا طبعا على الموضوع ده على اثر وشارك معانا استاذ احمد عيسى. استاذ احمد عيسى المحامي متخصص بقضايا الاحوال الشخصيه والاسره. مساء الخير يا استاذ احمد. مساء النور. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. تمام. انا الحمد لله يا استاذ احمد. انا حضرتك لو سمعتني انا كنت بتكلم عن مشكله التمكين. تمام. سؤالي بقى لحضرتك دلوقتي، الست فجاه اتطردت من بيتها هي وولادها واتطلقت، الزوج يروح اللي هو المطلق راح باع الشقه ومش باعها سوري كالعاده اللي هم بيعملوها، لا ده باعها بيع وشراء وتوثقت وصحه توقيع والكلام ده كله. وضع الست دلوقتي بولادها ايه الحل؟ بصي خلينا نتكلم ان نص الماده 18 مقرر فقره 3
من قانون الاحوال الشخصيه قالت ايه؟ قالت على الزوج المطلق ان يهيئ لصغاره من مطلقته مسكن مستقل مناسب، وان لم يفعل ذلك استمروا في شغل مسكن الزوجيه. يعني الاساس في التمكين تمام ان هو يوفر لهم مسكن مستقل مناسب. مفيش مسكن. ما عملش كده. تمام. بيستمروا في شغل مسكن الزوجيه اللي كان موجود. استاذ احمد، الفتره اللي هي اتطردت من البيت فيه دي، المشاكل دي جات لي كتير، اتطردت من البيت هي واولادها، تمام؟ عقبال ما تعمل التمكين وعقبال ما تاخد الحكم بيكون هو باع الشقه بيع كامل، شهر عقاري والتسجيل والكلام ده كله، خلاص الشقه ما بقتش بتاعتها، الناس سكنوا فيها كمان، ايه الحل؟ لا خلي بالك، في بتنزل قوه من الاسم مع محضر التنفيذ برفقه الزوجه والاطفال وبيتمكنوا من مسكن الزوجيه. حتى لو فيها ناس قاعدين وهم اللي اشتروا الشقه؟ حتى لو، ما هو خلي بالك، حتى لو فيها ناس قاعدين، لان قبل ما يصدر قرار التمكين في اجراءات النيابه عملتها انا وهي معاينه المسكن الزوجيه، سؤال الجيران الملاصقين، تحريات المباحث. تمام. طيب في الفتره تمام مع حضرتك، في الفتره دي عملوا تحريات وتاكدوا ان هي فعلا الشقه دي شقه الزوجيه. في الفتره دي هو باع الشقه من غير ما حد يحس، فجاه لقينا سكان فيها، ايه الحل؟ البيع بيكون سوري. لا، في بيع يسري. البيع بيكون سوري ولا يسري في حق الزوجه. تمام حتى لو متسجل. وعلى المشتري الجديد بقى ان هو يختصم الزوج. تمام اظن المعلومه واضحه. لان المفروض هو لو كان باع الشقه كان تنزل التحريات وتنزل المعاينه والشهود هيقولوا انه باع الشقه. انما في بعض الازواج، وخلي بال حضرتك، وفي بعض برضو الزوجات بيتواطؤوا مع ازواجهم. تمام. دي مشكله مثاره وعامله ازمه كبيره جدا، ان في بعض الاحيان الزوج والزوجه بيتواطؤوا وتقوم الزوجه تاخد تمكين ويبيع هو الشقه عشان الزوجه ترجع تطرد المشتري ويقعدوا في الشقه. معقوله؟ دي حقيقه. لا انا ما قابلتنيش الحالات دي بصراحه. يعني هو لان التمكين عامل ازمات وعامل مشاكل كتيره جدا. طب ماشي، بس هو حضرتك زي ما انت قلت بيبقى فيه تحريات. بتبقى فيه تحريات وفي معاينه المسكن الزوجيه وفي سؤال جيران ملاصقين. كل دول بيجمعوا ان ده مسكن زوجيه. بناء عليه النيابه العامه بتدي قرار تمكين للزوجه. تمام لانها حاضنه في ذلك الوقت بالتمكين المسكن الزوجيه. تمام خلاص، انا كده وصلتني المعلومه، ويا ريت يكون وصلت للستات اللي بعتوا لي الاسئله. شكرا للاستاذ احمد عيسى، المحامي المتخصص بقضايا الاحوال الشخصيه والاسره. وقبل ما اخرج من الحوار بتاع الاسره، انا كنت عايزه اوجه رساله او سؤال للمشرع، برضو موضوع يخص الستات. الست اللي عاشت مع جوزها 10 سنين 15 سنه، ولادها عدوا سن الحضانه وحصل انفصال، الست دي مكانها فين؟ احنا عارفين دلوقتي ان الست في سن الحضانه ليها حق ان هي تقعد في الشقه زي ما قلنا تمكين. طب الست دلوقتي ولادها خلاص عدوا سن الحضانه، جوزها خلاص مش عايزها، اتجوز واحده تانية خلاص مش قادرين يكملوا مع بعض، الست دي بتبقى في سن الخمسين والستين سنه، هل هتروح عند مامتها وباباها ده لو موجودين؟ هل حد من اخواتها هيستحملها؟ حتى لو حد هيستحملها، دي ست المفروض عايشه عمرها كله في بيتها مع ولادها، دي مكانها فين دلوقتي؟ انا بسال المشرع، حضرتك حطيت من ضمن القوانين اللي بتحطوها في مشاريع القوانين الست اللي بعد الفتره دي كلها مكانها فين؟ يا ريت حد يجاوب. انا احب اقول لك على حاجه، يعني انا اللي شفته بصراحه ان هم بيلزموه في حاله عدم التمكن من المسكن اللي هو القديم ان هو بيوفر لها سكن ايجار اللي هو اجر مسكن، وبيلتزم بدفعه اجر مسكن. يعني ده يا استاذ محمد، ده اللي انا شفته بقى، يعني مثلا سي احنا بنجيب الشقه احنا اجرها ب 1000 جنيه بيتحكم اجر المسكن 300 400 جنيه في حاله الحضانه، نفس الموضوع. ده اللي موجود، يعني حتى لو هي ما خدتش تمكين شقه الزوجيه او شقه الحضانه بيبقى في بديل ليها اللي هو اجر المسكن. تمام. اجر المسكن هي لو هي مشيت فيه وبعد طبعا فتره طويله بتحكم لها بتحكم لها بايه؟ ب 400 جنيه 500 جنيه، ما فيش شقه ايجارها 500 جنيه. الله خير. فمشكله ورده ومصالحهم على بعض. صح والله كده برضه، يعني معقوله نتكلم في الورد ونطلع نتكلم في المشاكل؟ صح. كمان انا هاخد ورده احنا نجيب ورده ومصالحهم خلاص. انا عايز اعرف بقى كل المواهب بصراحه، انا بشوف بتحط صور جميله سواء للورد او سواء في اماكن بيبقى عليها مجسمات خشبيه فعلا. ايوه كلمينا كده. بصي احنا خلي بالك، انا الصور اللي انت بعتها لي كلها
انا خليتها على جنب عشان انا عايز الناس تدخل تشوفها بنفسها مش تشوفها بس في الحلقه. فعلى شباب الصفحه بتاعت استاذه زينب هتكون متوفره موجوده معانا، وتابعوها على السوشيال ميديا السوشيال ميديا تمام. فالورد كل دماغنا خلي بالك يعني. لا هدى الاعصاب. طيب. هو مست ان هو بيهدي الاعصاب. انا عايز اعرف بس حاجه معلومه، لو احنا حابين نعطر المواد دي او نعطر اللي هي الخامات دي ممكن نعمل كده ازاي؟ لا ما جربتش قبل كده. انا بعمل عندي في البيت احيانا. ازاي؟ انا بس انا عندي اللي هو الزرع اللي مش اللي هو مش طبيعي، ولا مش اللي هو الزرع اللي هو بلاستيك ده طبيعي برش عليه اللي هو لا ده ما ينفعش ان هو يطوله ميه او تراب. الميه بتاثر فيه جدا والتراب يعني انا اول باول بنضفه على طول. هو بيعيش كتير بس انا باخد بالي منه. تمام. الاعتناء لكن صعب ان احنا نحط عليه معطر او الكلام ده عشان يبقى حتى ريحه الجو كده ورد. لا لا تمام خلاص نرش في الجو. بالظبط نرش حواليه. في حل برضو. صح. انا حابب يعني ايه ان انت فكره بقى كرييتيف كده خلال الفتره الجايه حاولي تلاقي ماده مثلا معطره للموضوع ده. ممكن ندور على حاجه زي كده فكره احنا جديده. يعني بصي هقول لك على حاجه، احنا عندنا معتقد ان ورده صناعي ورده طبيعي اي ورده لازم يبقى ليها ريحه. لازم نعمل كده تمام. ولازم خلي بالك يعني هي حتى لو ريحتها ريحه الورق الله ريحتها جميله جدا. طيب بما ان بقى استغل وجودك معايا دلوقتي، طبعا انت عارفه البنات دلوقتي بيضيعوا وقتهم كله ايه، بابجي بيلعبوا على النت الكلام ده. طب ليه ما تنصحهمش بقى وتقول لهم بقى ايه طرق مبسطه تطلعيها على صفحه عندك ازاي يصنعوا الورد ده في البيت بطريقتهم؟ البنت مثلا حتى لو ضيعت وقتها في حاجه مفيده زي كده تمام، هتبقى عملت حاجه هتبقى فرحانه بيها. انا كنت بفكر، انا ليا قناه برضو على اليوتيوب تمام. وكنت بفكر ان انا انزل طريقه عمل الورد ده على حاجات احجام صغيره اشكال اسهل من اللي انا بعملها وكله يتعلم منها، بس لسه ما بداتش في الحوار ده. مع ان كان برضو الطوال ده وقت الكورونا ده بالظبط. عايزاكي برضو تدخلي حاجات بقى على اللبس زي العقد اللي انا كنت عاملاه بروش مثلا تمام. يعني الحاجات دي هتفيد البنات قوي. استاذه زينب احمد نورتينا النهارده وتشرفنا بوجودك معانا. مش هقول لك على اطلالتك اللي كلها ورود الجميله اللي منورانا بيها، لا هقول لك كمان على ان انت منت لنا. طب اسابيعكم انا هاخد الورد في عربيتي عشان ما تنهي. طب استني طيب هاجي معاكي اصلا بالتتر احنا طالعين. شرفتينا ونورت الدنيا كلها وان شاء الله قريب تكوني معانا ان شاء الله باذن الله. المره الجايه بقى اجي لكم بالمجسمات. جميل جدا. عايزين بقى مجسمات فيها شاذلي وبيري. ممكن بجد ينفع. انا عملت فؤاد المهندس وعملت كذا شكل. طب ابعت لك صوره حلوه ليا بقى تعمليها لي. اوكي خلاص ان شاء الله. اعزائي المشاهدين شكرا، تحياتي ليكم، واستنونا الاسبوع الجاي، واستنونا الايام الجايه، مفاجآت كتير، مفاجآت جميله هايله جدا مع بيري والشاذلي. باي باي، توحشوني.